بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس عبد الرحمن مجدي. وان شاء الله هنبدا في اول سيشن وهو انتروداكشن ان بري ستريس كونكريت. في البدايه خالص قبل ما نخش في البري ستريس كونكريت هنشرح شويه او نسترجع بمعنى اصح الرينفورسد كونكريت. لو انا عندي الكاميرا الخرسانه ديت كاميرا سيمبل عاديه خالص عليها حمل دبليو بيولد بندنج مومنت دايجرام اللي هو تنشن تحت وكمبريشن فوق، فيولد ستريس تنشن تحت ويولد ستريس كمبريشن فوق. مع طول التحميل وزياده التحميل تبدا الخرسانه تشيل كمبريشن اكتر وتنشن اكتر لغايه ما الخرسانه بتوصل ل لحظه معينه اللي هي اللحظه اللي بتوصل فيها الستريس اسمه اف سي تي ار اللي هو اقصى مقاومه للخرسانه في التنشن ستريسز. بعدها الخرسانه تبدا تشرد، مش قادره تشيل التنشن ستريسز اللي عليها، فيبدا الحديد اللي انا حطه في الخرسانه ناحيه التنشن يبدا يشيل التنشن ستريسز لغايه ما المنشا ينهار. طيب يبقى في لحظه في عمر الاليمنت بتاعي دوت او عمر المنشا بتاعي دوت الخرسانه مش قادره تشيل جزء معين من الستريسز اللي عليها، فبالتالي انا عايز بطريقه ما اخلي الخرسانه كفاءتها تبقى اعلى شويه ان هي تقدر تشيل معظم الستريسز اللي بتتعرض ليه. ايه هي الطريقه ديت؟ لازم عشان الاقي الطريقه اشوف ايه المشكله. المشكله بتاعتي في التنشن ستريسز، الخرسانه بتشيل شويه صغيره جدا من التنشن وبعديها بتشرخ. يبقى انا عايز بطريقه معينه اقدر اقلل الفترة اللي توصل فيها الخرسانة لان هي ما تقدرش تشيل تنشن، او ان انا خلي الخرسانة تشيل الاسترس اللي عليها بكامل كفاءتها، ان انا اضعف التنشن لدرجة ان هي يبقى زيرو. عشان اخلي التنشن ده بزيرو او اضعفه لازم اعرض الخرسانة لبري ستريسنج فورس، فالبري ستريسنج فورس تولد ستريس دوت يلاش التنشن، وطبعا الحاجة اللي ضد التنشن هو الكمبريشن. فيبقى باختصار هعرض الخرسانة بتاعتي قبل ما تتحمل بكمبريشن فورس اللي هو الموجود تحت دوت في الجزء اللي مكتوب عليه بي تي اختصار للبري ستريس كونكريت. فأعرض الخرسانة بتاعتي لفورس ضغط اللي هو البي، يولد لي ستريس ضغط يبدا يقلل او يخلي التنشن بزيرو فيعلي كفاءه الخرسانه في ان هو يشيل الاحمال. فلو انا خدت سيكشن في النص كده في القطاع اللي فوق بتاع الار سي والقطاع اللي تحت بتاع البي تي وحسبت له النورمال ستريسز، الاقي ان القطاع الار سي عليه نورمال ستريسز من مصدر واحد وهو المومنت ام في واي على الاي كومبريشن فوق تنشن تحت. لو انا خدت سيكشن في النص في القطاع البي تي هلاقي ان في عندي مصدرين لنورمال فورس وهو المومنت ام في على الاي كومبريشن فوق وتنشن تحت، وبي على الاي اللي هو النورمال فورس على الاريا كومبريشن كاملا. تمام، لو انا خدت المحصله بتاعتي هلاقي ان وبالاخص في اركز في التنشن هلاقي ان في 3 احتمالات. الاحتمال الاول ان الخرسانه تبقى عليها كومبريشن كاملا، ودي حاله ايديال جدا ما بتحصلش. طيب او الاحتمال الثاني ان الخرسانه يبقى عليها كومبريشن ولكن عليها زيرو تنشن، ودي حاله ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. الحاله الاكثر شيوعا واللي احنا بنقدر نحصل عليها هي ان الحاله تبقى الكومبريشن ستريس اعلى من الكومبريشن ستريس بتاع الار سي، والتنشن ستريس بيبقى اقل من التنشن ستريس بتاع الار سي. فانا دلوقتي حققت الهدف بتاعي في اني قللت التنشن ستريس اللي الخرسانه بتوصل له بعديه بيشرخ، فبالتالي انا رفعت كفاءه الخرسانه بتاعتي. طيب ايه فايده ان انا اعمل الكونسبت دوت؟ القوانين اللي انت بتستخدمها في ان انت تجيب التخانات وان انت بتصم وتجيب الحديد والكلام دوت بياخد معاه في الاعتبار ان في فتره من عمر الالمنت اللي انت بتصممه ما بيشيلش استرس الشد، فبالتالي لو انا حليت المشكله ديت يبقى انا مش محتاج التخانه اللي انا فرضتها دي او اللي انا صممتها دي كله، فبالتالي انا وفرت في
كميات الخرسانة وكميات الحديد. يبقى أول فايدة، طبعا إن أنا حسنت مقاومة الخرسانة في الضغط وحسنت مقاومتها للستريس بشكل عام. طبعا الخرسانة بشكل الكمبريشن بشكل خاص، لأن الكمبريشن الخرسانة بتشيل كمبريشن بكفاءة أعلى شوية من التنشن، لكن أنا بشكل عام أنا حسنت مقاومة الخرسانة في إن هي تشيل الستريس. طيب أنا قدرت أوفر كميات. لو أنا عندي مثلا في المبنى اللي على اليمين دوت اسبانات محددة، مثلا لو فرضنا ان هو 6 متر، بدل ما انا في الار سي مثلا بخلي التخانة بتاعتي 25 سنتي، فلاقي ان انا وفرت الخرسانة بتاعتي وصلتها مثلا ل20 سنتي، فانا قللت من الخرسانة 5 سنتي. طبعا انا ما بقللش في بلاطة واحدة مثلا، انا بقلل في البلاطات بتاعت المنشأ بتاعي، فانا وفرت كمية كبيرة من الخرسانة، وتوفيري للخرسانه طبعا خلاني اوفر حديد، لان التسليح اللي انت مش اللي انت هتحطه في بلاطه 25 طبعا هيبقى اكبر من التسليح اللي انت هتحطه في الخرسانه اللي تخانتها 20 سنتي. طيب لو انا حسبت التخانه، يعني التخانه بتاعتي 25، ولكن انا مش محتاج مثلا في الباكيه في الدور بتاعي 10 اعمده، هحتاج مثلا 6 اعمده، تك 5 اعمده، فبالتالي انا قدرت ان انا اوسع المساحة اللي عندي في الدور بتاعي، فبالتالي اقدر اقسمه معماريا بشكل افضل، وطبعا هوفر فيه خرسانات الاعمدة اللي انا وفرت اللي انا شلتها ديت، بدل ما كانوا 10 انا شلت 5 فبقيوا 5 اعمده بس. طيب طالما انا قدرت ان انا اوسع المساحات بتاعتي، فانا مش محتاج ان انا ازود عدد في الادوار، علشان عايز مثلا الدور الشقة الدور بتاعي يبقى فيه مثلا 3 شقق، فانا قدرت بكونسبت البري ستريس ان انا اعلي المساحة اكتر، فبالتالي انا مش محتاج ان انا اعلي الادوار بتاعتي اكتر، وده برضو طبعا فوق بيقلل الادوار، تحت بيقلل كمية الحفر اللي انت هتحفره عشان تبني مبنى 10 ادوار، مش زي اللي انت هتحفره علشان تبني مبنى 8 و6 ادوار مثلا. تمام، فبالتالي هو بيوفر توفير تام في كميات الحديد وكميات الخرسانة وكميات الحفر. العيب الوحيد فيه ان هو كماتيريال تستخدمه هو غالي، ولكن لو انت قارنت كمية التوفير اللي انت بتوفرها لو استخدمت الار سي وكمية التوفير اللي انت هتستخدمها في البي تي، هتلاقي برضو مع الغلو بتاع الكومبوننتس اللي هتستخدمها في الكونسبت دوت، هتلاقي انك بتوفر توفير كبير جدا في التكلفة الكلية للمنشأ. ان شاء الله في السيشن الجاية هنبدأ في الكومبوننتس ديت.